السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متتبعي قناة راعي الغنم الأطلس المتوسط، توكل عليكم. تحياتي للجميع، تحياتي لمكساون، تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خيرات مولانا، الحمد لله. بعد الأمطار الأخيرة الإخوان اللي طاحت في التالي، والبلاد اللي تتكون محظية الإخوان راه تبارك الله هطلع الخير. هذا كان شدتنا الرعدة وما حصدناش، كيف فاش طاحت الشتا ناض فيها الربيع ما صلحش باش غادي نحصدو. دابا اللي مشى يبس داك الربيع ان شاء الله عاد غادي نطلقو فيه البادوز. النهار اللي غادي نطلقو فيه البادوز غادي نشاركو معكم الاخوان. هذا الاخوان الغنيمات، هادشي ما تبقى لراعي الغنم، جبناه ان شاء الله هنا نتهلاو فيه قبله شويه، والله يدير الخير. تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذوما الاتعاب الاخوان ديال راعي الغنم، تحياتي للجميع، وعيدكم مبارك سعيد. الناس اللي عيدوا بالبرقيه تحياتي ليهم. ندير اخوان وليدات راه خليتهم تيعلفوا، عاد غادي يجيو. النعجه راه معزوله على ولادها، خرفان تيعلفوا. الناس اللي تيقول لك راه غير سرحوا، وشهر ديال العلف العام كامل سرح. الله لا ما حطيتيهم لا لا صورتيهم، والله يدير الخير. تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا الاخوان راه تحصدات، يعني هنا درنا بال ديال الفوراج، والحمد لله كما تشوفوا راه كنعاود خرج الفوراج. خرفان تبارك الله، وما هذا الاخوان ولاد الغنم نرى مخلطين خرفان وخروفات. والغنم تبارك الله هي جاية، تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا تنسوناش من الدعاء الاخوان، والله يدير الخير.
المهم الاخوان وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى تكون فلوك. تحياتي للجميع.